الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، حياكم الله تعالى بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أحبتي في الله أن الناس معادن، هذه المعادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل، وهذه المعادن تنكمش بالألم. جعل الله عز وجل الأمل في حياة الإنسان سببا للاستمتاع وسببا لدوامها. انظروا إلى هذا النبي يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. نبي الله يعقوب فقد ولده وعاش بلا بصر، ولكن يا ترى هل عاش بلا أمل؟ استمعوا إلى قول الله عز وجل لتجدوا الإجابة. أبناء يعقوب عليه السلام ذهبوا إليه حينما فقدوا أخاهم الثاني، وقالوا له يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، إلى آخر الآيات، حتى وصلوا إلى قول الله عز وجل على لسان يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عاش بلا بصر، فقد بصره، وما زال الأمل يحيا به هذا النبي. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا يا يعقوب؟ لأنه يعلم من الله ما لا تعلمون. ماذا يعلم من الله؟ يعلم هذا الحديث القدسي المتفق عليه الذي قال فيه الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فعليك أخي الكريم، إن أردت أن تحيا حياة طيبة عليك بالأمل. اجعل الأمل في حياتك نصب أعينك، حتى تجتهد وحتى تتقدم وتستمر في هذه الحياة. ربنا تبارك وتعالى أخفى عن عباده الأجل، لماذا؟ حتى يكون لديهم أمل في الحياة، حتى يجتهدوا ويعمروا في هذه الدنيا. وقد علمنا آباؤنا هذا الأمل. انظروا إلى هذا الجد الذي يغرس النخل فيخاطبه أحد الناس: أتغرس نخلا وأنت لن تأكل من ثمره؟ فيقول الرجل: غرس آباؤنا لنأكل، ونغرس نحن ليأكل أبناؤنا وأحفادنا. الله عز وجل جعل لكم الأمل رحمة من عنده، فاليأس ليس من الإيمان، والتفاؤل هو أمر من نبي الرحمن صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نبشر الناس وأن نغرس في نفوسهم الأمل. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إلى هنا نأتي إلى ختام لقائنا اليوم. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.